يقول لك في وظائف متوقع اختفائها في المستقبل ووظائف جديدة هيتم استحداثها. دراسات وأبحاث قالت إن في مجموعة كبيرة من الوظائف هتختفي من العالم بحلول 2040. ندينا ويديكوا طول عمر يا ابني. مندوب المبيعات، قارئ عدادات الكهرباء، السواقين، موظفين خدمة العملاء، المحصل المالي، السمسار، أخصائي التسويق، عمال المصانع، الصحفيين، المحامين، المذيعين، اديني وعمال تركيب شبكات الهواتف، والمزارعين، وعمال البريد، والصيادين، وعمال المطابع، والناشرين، وطيارين الدليفري، وعمال توصيل الطرود والطلبات، والسائس، ومدرب السواقة، وكلاء تأجير العربيات، وعمال ماكينات الخياطة، ومسؤولين تشغيلها. هي القيامة في 2040. اما الوظائف بقى اللي هيتم استحداثها في 2040: خبراء صيانه وبرمجه الروبوتات، جراحين تجميل الروبوت، مشغلي اجهزه الاستشعار عن بعد، مختصين لمكافحه الشيخوخه، خبراء الذكاء الاصطناعي، اداره اطلاق المركبات الفضائيه، محللين لحركة المرور، عمال صهر معادن الكويكبات المختلفة، مهندسين وخبراء لاستخلاص المياه من الغلاف الجوي، علماء نفس الأطفال الخارقين، خبراء ومطورين للطباعة ثلاثية الأبعاد، موظفين في بنوك مخصصة للعملات الرقمية زي البيتكوين، مهندسين لتعديل الشفرات الوراثية للأكل، أخصائيين في الخصوصية والأمان الرقمي. طب يا جماعة، أنا بقول من دلوقتي نبدأ بقى نعلم ولاد ده. ندرب العيال علشان إيه؟ ده شنيه، عشان احنا عرفنا كده المستقبل رايح فين.